بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى ليوم الدين. أعزائي طلبة الصف الثالث سنة، وإن شاء الله نحل مع بعض الدرس الثالث من الوحدة الثالثة من كتاب المعاصر سنة ثالثة. نبدأ على طول عشان ما نضيعش وقت، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. كلمات الدرس الثالث بديلة بالكلمات المذكورة المذكر بلات أورير كنترول ريستروم أرجون دي بوش سنتر كوميرسيال تراموي فيلاج دوغزمو كونسيرت سبيكتاتور باسي جاردان بوست. فت بريبراسيون موزيك لبرير كوش تارت استوار دانس تاش ريبيتيسيون رينيون جورني سواري بولونجي بريباري ديكوري راكونتي فينير سيكوبيدو ساموزي بارتسيبير آ دوغوستي غوتي سوروني سوكوشي. انستالي لا موزيك فاتيغي فيغ لي كورس امبروفيز مغنو تارد متر لا تابل فو فول باسير لا زبراتير فير لا فاسيل تو لو موند دورير تو انفا. جايب لك قطعه بيقول لي ما جورني يومي او نهاري مو انا سي اي شغلي ناو شغلي امس سي ا اتي انه لو ديمانش الاحد جي مي سوي ليفي انا استيقظت الساعة 7:15 امس الاحد يبقى النهاردة الاثنين صباح. جي ابوي انا اخذت الفطار الساعة 8 جي اتي فاتيكي كنت مرهقة بقى عشان دبنت اللي بتتكلم مع الناس الوضع تبعي. جي بيكودو طرافاي عندي كثير من الاحد يوم الاثنين. طيب عامي دي في الظهيرة جي مي سوي روبوزي انا ارتحت امبو قليلا. لابغي ميدي بعد الظهر جي فيزيتي انا زرت ما طنط عمتي التي اتي كانت سعيدة برسكول انها اكم منسي بدأت اتغفيه في العمل دان ان كريش لسواء في المساء في الكروشيه في المساء نصوم ظلينا نحن ذهبنا معا ام باص في اوتوبيس او سينما الى السينما بورفوار لكي نرى فيلم رومانتيك عاطفي. الفيلم تي انترسي كان ممتع. النيو بيكو بلو هي نيو بلو انطرت علينا كثيرا ابغي له فيلم بعد الفيلم. الابغي هي اخذت تاكسي بور التري لكي تعود عندها برسكو لانها هي تغي فتجي كانت مرهقة جدا. انا جي ابغي انا اخذت المترو جي سويزا ريفي انا وصلت للمنزل الساعة 22 يعني الساعة 11 بالليل ونصف يعني قبل منتصف الليل. لا طانت دو شغولي على كغيرش كومونسي بدأت تفكر في العمل لم تعمل سوف تعمل فيان دو ترافاي بدأت توا بدأت. شغلت أبي أخذت لو بتي تجني الفطار الساعة 8 قالت أنا أخذت الفطار الساعة 8 يبقى الساعة 8 الأولانية وتي لو تيتغ دي سي تكست موضوع أو عنوان هذا النص إنه ما جغني نهاري أو يومي. أمس أتي كان أمس كان أيير أمس كان الأحد يبقى لو ديمانش. شارولي أخذت نقط بور الليرئي والسينما لكي تذهب إلى السينما
أقول له نحن ذهبنا معهم في أتوبيس، يبقى انبص. الساعة 22:30 شغلية تكون رجعت إلى المنزل، يبقى اي سوتي اي رنتري عادت الاميزون إلى المنزل. القطعة التانية، رينكونتري راكونتي تحكي فوتر انيفرسير عيد ميلادك. ساندرا بتقول عيد ميلادي انا دعيت ميزا مي صديقاتي. نزافو مانجي نحن وكلنا. دليسي جاتو جاتو لذيذ. كوما ميرا التي امي عملته. منامي صديقتي ميتيلدا ميعاد اني عطت لي براسولي سوار من الذهب. نشوف ميشيل قالت لابريمي دي بعد الظهر جي انت غني انا عملت جولة دي فوت بطولة كرة قدم. استاد في الاستاد افيك مي كومين مع زملائي في المساء. نحن احتفلنا بعيد ميلادي جي او بكودي كادو، انا حصلت على كثير من الهدايا. مارتينا قالت لو جور دي مون انيفرسي يوم عيد ميلادي مي جران برانتس جدية سونت فينو اتو المي اونت اوفري قدموا لي اساور اوريال بوكل دوريال حلقان من الذهب، ادوني حلقة من الذهب. السونترستي هم بقوا يعنبوه قليلا انسويت بعد ذلك ونيفي عملنا امبيل في حفلة ونيج ويي لعبنا وعزفنا على البيان. تيو قال لو جور دي مون انيفرسي عيد ميلادي لو ما تم في الصباح انا ذهبت او كلوب الى النادي افيك ميكو بين مع زملائي لكي نلعب كرة يد في الظهيرة ولدي مي ابربير جهزوا لي ان جاتو جاتوه ب 17 شمعة. عنده 17 سنة. ميشيل عملت بطولة كرة قدم لبغيمي دي بعد الظهر في استاد في الاستاد. على فت في الحفلة بتاعت عيد ميلاد مارتين. حفلة عيد ميلاد مارتين انجوي عزفنا على البيانو. عيد ميلاد مارتين عزفنا على البيانو باخد الاولاني. تيو عنده 17 سنة. دي الست سون انيفرسير في عيد ميلاد وساندرا اروسي استقبلت ايه بالظبط براسولي سوار من الايه من الذهب اهو. انه نقط الذي يلعب كرة يد في عيد ميلاده. ندور على كلمة هاندبول. ده تيو عيد ميلاد. بالنسبة لعيد ميلاد ساندرا سامير امها هات البنت ساندرا امها عملت جاتو لذيذة. في ان جاتو عملت جاتو. شرح الماضي المركب بكل تفاصيله انا كنت كاتبه في ورق وانا مشرح فيه الزمن ده هو في حل كتاب ميرسي وحل كتاب برافو. نشوف الورق مع بعض نشوف هنعمل فيه ايه. كنت قلت ان الماضي المركب الاسم له بصيكم زي الكلمات بتدل عليه. كلمة ايير امس، كلمة افان طيير اول امس، بسي ودورنير الاتنين معناها هو الماضي او السابق، ديجا معناها سابقا، اليا معناها منذ زائد فترة زمنية طويلة. دي الكلمات اللي بتدل على الزمن. طب الزمن ده تكوينه ايه؟ قال لك كلمة دالة زائد فاعل، كلمة من الكلمات اللي فاتت زائد فاعل زائد تصريف يا اما اتر يا اما افوار، وحاجة اسمها اسم المفعول وحاجة اسمها التبعية. قال لك تصريف اتر وافوار في الزمن ده معناه كان، يبقى اتر لما يجي وراها اسم مفعول يبقى معناها كان يلعب كان يشرب كان ياكل الى ما لا نهايه هي وافوار. جي سوي تي لي نو سوم فوزات السون ده تصريف اتر. جي تي الى نو زافو فوزافو فوزافي الزون ده تصريف افوار. اسم افعال الفرنساوي اللي بتيجي مع اتر سميناها الافعال ال 14 والمشتقات والفعل ذو ضميرين. الثلاث اشكال ده هم دول اللي بيجوا مع اتر. طب غير كده من افعال بتيجي مع افوار. نبدا واحده واحده. قال لك التبعيه. التبعيه تاتي مع افعال اتر. المفرد المذكر ما ياخدش. لا ياخذ تبعيه. المفرد المؤنث بياخد او. جمع المؤنث المذكر اس، جمع المؤنث بياخد او اس. كل ده مع مين؟ التبعيه مع الافعال اللي بتيجي مع اتر. بس ساعات بتيجي تبعية مع أفوار. قال لك التبعية مع أفوار بشروط. أول حاجة الضمير الشخصي إلا أبوستروف والضمير الشخصي إلا هو أس. إذا كان الضمير الشخصي إلا أبوستروف عايد على مؤنث أحطه تبعية أو. الضمير الشخصي إلا هو أس أكيد عايد على جمع. لو كان جمع مذكر أخد أس، جمع مؤنث أخد أو أس. ده مع مين؟ ده مع أفوار.
نكمل نشوف الصفحة التانية فيها ايه. قال لك التبعية بتيجي مع فوار برضو من كل وكل وكل وكومبياندو. أدوات الاستفهام الأربعة دول بس هم اللي بيكسروا القاعدة بتاعت التبعية مع فوار. طب إزاي؟ قال لك كل دي بتاخد اس، وكل دي بتاخد او، وكل دي بتاخد او اس. اما كومبياندو بتسأل على جمع مذكر تاخد اس، جمع مؤنث تاخد او اس. عشان دول ياخدوا تبعية مع فوار لازم يكون في شروط. تعال نشوف الشروط الثلاثة. ان تأتي أداة الاستفهام في بداية السؤال، ألا تسبق بحرف جر، أن تسأل على مفعول وليس فاعل. هات مثال، كنت اديت مثال وانا بشرح القاعدة دي في كتاب ميرسي، قلت جي افو انا رأيت ثلاث بنات، ادي مفعول به، عايز اقول له كم من البنات. ناخد الثلاث شروط. الشرط الاولان، ان تأتي أداة الاستفهام في بداية السؤال، ادي كومبياندو في بداية السؤال، ألا تسبق بحرف جر، مفيش قبلها حرف جر، ان تسأل على مفعول وليس فاعل. بتسأل على مفعول، ده مفعول، ادي الثلاث بنات اه مفعول. يبقى كم من البنات انت رأيت؟ لو انا حطيت رأيت بس يبقى الجملة غلط. قال لك كومبياندو بتاخد تبعية غصب عن افوار، خدت او اس لانها بتسأل على جمع مؤنث. طب افرض جالك ثلاث بنات اونت جو لعبوه، حصل على الفاعل مش هحط تبعية. يبقى هنا عشان سألت على مفعول حطيت تبعية. بصوا كده، كم من البنات اونت جوي لعبوا، ما حطيتش تبعية ليه؟ لأنها بتسأل على فاعل وليس مفعول. هو إيه حكاية اسم المفعول؟ ده اللي بيجي معاك فاعل زائد تصريف أتر أو أفواء زائد حاجة اسمها اسم المفعول. قال لك اسم المفعول من الأفعال اللي بتنتهي بأو أر، بحذف الأر وأحط عليه أكسر، زي كلمة ألير ألي، مونجير مونجي. اسم مفعول من الافعال اللي بتنتهي بإي ار، بحذف الار، زي كلمه فينير فيني، سورتير سورتي. تعال نشوفوا حالات اسم المفعول. طيب اول حاجه في حالات اسم المفعول احنا قسمناهم سبع تقسيمات. قال لك التقسيمه الاولى الافعال ده اهي، نحذف الار اي ار ونضيف او ار تي، اوفرير كوفرير ديكوفرير اوفرير سوفرير. اوفرير بقت اوفرت، كوفرت ديكوفرت، حذفنا ثلاثة وحطينا ثلاثة، احفظ دول حفظ. اللي بعد الافعال اللي جاي قالك طويلة شوية، اللي هي بروندر ابروندر كومبروندر سيربروندر ريبروندر متر برومتر بيرمتر ادمتر سومتر. نحذف خمسة ونضيف اي اس، بقت براندر بري، عايز تنطق الاس انطقها عشان تحفظ، بريس ابراندر ابريس كومبراندر كومبريس، انطق باي نطق مش فارقه. المهم تعرف ان كلمه براندر حذفنا منها خمس حروف وحطينا اي اس. متر مس برومتر برومس الى ما لا نهايه. احفظهم كويس، وقف الفيديو وانقلهم واكتب عندك ده، هتلاقي نفسك في الاخر فهمت الماضي المركب. هو عايز صبر شويه. الحالة التالتة نحذف اتنين ونضيف او، زي كلمة التندر التندو انتندر انتندو فيندر فيندو ريندر ريندو ريبوندر ريبوندو ديساندر ديسندو. يبقى التندر واخواتها، وايه كمان؟ قال لك وفينير واخواتها، فينير فينو ديفينير ديفينو ريفينير ريفينو. الحالة الرابعة قال لك افعال نحذف منها اتنين ونضيف تي، زي كلمة اكرير اكرت، نطقت التي اهو عشان تكتبها. الله، طب ما هو مثل تصريفهم مع مي مع ال، يبقى اسم مفعول من اكرير زي تصريفه مع ال، ديكرير نفس القصة، ريكرير كوندوير كوندويت ترادوير ترادويت كونستروير كونستروت دير ديت فير فت الى ما لا نهاية. نطق التي عشان خاطر تكتبها. الحالة السادسة أفعال ليس لها إلا تحويل، ملهاش قاعدة، لير لو بوار بو بوار بو سافوار سو ديفوار دو بوفوار بو بلفوار بلو فالوار فلو ريسفوار رسو كروار كرو. دول خدنا منهم حرف وحطناه، احفظهم كويس، احفظ تحولاتهم.
تعال نشوفوا الحالة السبع. آخر حالة عندنا الحالة السبع اللي هو لها تحويلات برضو بس ملهاش قاعدة زي التنين، ممكن نطلعها. أتر التي أفوار أو فيفر فيسو مورير موت ناتر ني رير ري سويفر سوفي. احنا كنا كتبنا في البداية ان في افعال اسمها الافعال الاربعتاشر بتيجي مع اتر. ايه هم الافعال الاربعتاشر؟ كنا كاتبين قصة خرافية كده فكاهية بتقول دكتور دعدور ذهب يولد سيدة، خرج من منزله، ادي ذهب خرج وصل الى السيدة، صعد السلم ادي يصعد، دخل المنزل ادي يدخل، ارتاح قليلا ارتاح، ولد السيدة وقال انه سيعود وسيمر وسيأتي مرة اخرى، فرحل نزل السلم وفي الطريق سيارة صدمته سقط مات. معلش ان شاء الله. ايه بقى دول؟ قالك دول الافعال الاربعتاشر. يذهب يخرج، دكتور دعدور ذهب يولد السيدة، خرج من منزله قد يخرج، وصل الى السيدة قد يصل، صعد السلم قد يصعد، دخل المنزل قد يدخل، ارتاح قليلا قد يرتاح، يولد، احنا قلنا يولد بس هي معناها يولد، ريتورني وقال انه سيعود وسيمر وسيأتي، ادي ريتورني بصي فيني، فرحل نزل السلم ادي ينزل، وفي الطريق سيارة صدمته سقط ادي يسقط وادي مات. المشتقات يعني ايه اصلا مشتق؟ يعني واحد من ضمن الافعال الاربعتاشر وحروف وزيادة ونفس اسم المفعول، يبقى المشتق نفس حروف الفعل من الافعال الاربعتاشر وزيادة ونفس اسم المفعول. يعني ادي فينير، ادي دي فينير، كلمة فينير موجودة وزياد، ادي فينير. طب فينير اسم مفعول منها ايه؟ فينو. طب اسم مفعول من دي فينير؟ دي فينو، ريفينير، ريفينو، يبقى زي بعض، يبقى ده مشتق. يبقى دول بصير دي بصير، انتري انتري، يعاملوا معاملة الافعال الاربعتاشر، يعني ياخدوا اتر. نشوف اللي ورا. الملحوظة اللي بقيالي هنا قبل ما اخش على الحل ان بصيب معناها يمر تاخد اتر، اي معنى غير يمر تاخد افوار. ايه تاني؟ صورتين معناها يخرج تاخد اتر، يخرج تاخد افوار. الفعل ذو ضمرين بياخد اتر. طب لو مش ذو ضمرين ياخد افوار؟ طب انت عندك افعال زي قالك سو برومني يتنزه تاخد اتر، طب برومني يفسح تاخد افوار، سي انتروني يتنزه تاخد اتر، بروم انتروني بس يدرب، قصدي معلش تاني، سي انتروني يتدرب تاخد اتر، انتروني يدرب تاخد ايه؟ افوار. ده الورق اللي احنا كنا كتبناه في كتاب ميرسي. تعال نخش نحل مع بعض على طول ونشوف الملحوظات هنعملها ازاي. صف 318 بديل بيقول لي زنفون الاطفال صمت يكونوا، طالما خدت صمت يبقى تبع اتر، يبقى تاخد اسم مفعول وراه تبعيه. الاطفال جمع مذكر، اخد اخذ الاخرانية. تولي بصانت كل المرين بيساوي الضمير ال، يا ترى انا واحده في دول؟ قال لك اون تلو قرأوا الثالثه. كي بتساوي الضمير ال في التصريف. كي اي فينو من اتى الى الحفله امس. فوزت سيال انت تكوني بمفردك امس، ركز في الجمله دي كويس جدا عشان صعبه، انت رحلتي بمفردك امس، خلي بالك لوحدك ديت خلت لي ده هي مفرد مؤنث، يبقى الفو عايد على حضرتك انت، يبقى اخد بغتين لاخرها او، اوعى تنخدع. جسوي انا ذهبت الى السينما، يذهب من الافعال ال 14 تاخد اتر، تاخد اتر، اخد الليت تاني. لو بريزدور، بريزدور رئيس، نحن لو افو فو راينا، ما خدناش تبعيه ليه؟ لان الا ابوستروف عايد على مذكر. طب لو كانت الا ابوستروف عايد على مؤنث كنا خدنا تبعيه اهو. ما صير اختي ريستي تبقى، واخده تبعيه ولا لا؟ يبقى من الافعال ال 14 تاخد اتر، يبقى اخد ايه الاخراني. الجمله اللي جايه اللي بتاعت المفرد الجمع بور الليل السوسون قبل ليه هم لبسوا، اخدها
للذهاب إلى البلاج إلى الشاطئ. إنه معها أونس، وينفع معها فيرب أتر. أنترم في قطار، نحن أتينا في قطار، أخذ التلت التانية. التو معها أس، أدور. مريت أمام المدرسة، يبقى يمر تاخد أتر. الصمت هنا ال بتاعت جمع المؤنث، وصمت يبقى تاخد تبعية هو أس، أخد الأخرانية. إكري يكتب مش من الأفعال الـ14، يبقى تاخد أفوار. طب أفوار مع التو أخد أس. أسك فو، الفو معاها دور. فو فو زت ماري، هل أنت متزوج أو هل أنتم متزوجون؟ أخت. لا تلي تلفزيون نيلي، نحن شاهدناه، شاهدنا من التلفزيون. إلا بصرف عيد على التلفزيون، بعيد على مؤنث. يا مسيو ده أفوار، ماشي أفوار على دماغي، بس إلا بصرف عيد على مؤنث تكسر التبعية مع أفوار، تخليه ياخد، يبقى اخد ريجارديه تاني. الريفي يصل من الافعال الـ14، تاخد اتر، يبقى فوزت. لسليل مفاتيح جمع مؤنث، اكتب عليها فولي لي. طالما جاب لك لي بضمير شخصي، والضمير الشخصي ياخد تبعيه او اس مع افوار غصب عنه، يبقى دون ايه. كوميان دي كادو، ادي كلمه كوميان دو جوره، اسم جمع مذكر، يكسر القاعدة بتاعت التبعية مع أفوار، يبقى تاخد أشت اللي نهايتها أس التالت. أليكسي وأنا نو نقط أي أمس، يبقى نو صوم ظليل الأخيرة، عشان أليكس جمع مذكر إنما دي جمع مؤنث. بيقول لك الجملة اللي جاية، أيير ما أمس ما سير أختي لا فاسيل، أمس يبقى فت عملت التالت. صمودي بصي السبت الماضي، ميكو بين زملائي سونتي فينو، اتو خدنا تبعي الاولى. اير امس سارة وندى سي سون كوشي، ناموا، عشان دول جمع مؤنث. جون وي لوك دكوي، زين مش من الافعال الـ14، وجون ولوك جمع، يبقى خد سونت ولا اونت؟ قال لك خد اونت. افوار إليه فش، إنه غضبان قرر لأن فريقه أبردو، الفريق بيساوي الضمير إل، أبردو خسر المباراة، آخد التاني. ما أمي تكون أم مؤنث، تاخد تبعية أو التالت التانية، عشان فيرب أتر. هنا أفوار لا تأخذ تبعية، آخد بصي التالتة. هنا بصي معناها يمر، لا لك معناها يقضي، يبقى هي قضت الصار، عشان كده خدنا أفوار ما خدناش تبعية. لو كان معناها يمر كنا خدنا أتر. جي سوي سورتي، انا خرجت، يبقى امس ده ماضي. نو نقط فيني، فيني ينهي مش من الافعال الـ14، مع فيرب افوار اخد افون الاولاني. امس اون اون افو الاخراني. كل شميز، اقف عند كل في بدايه السؤال، لم تسبق بحرف جر، بتسال على مفعول. اي قميص انت اشتريت لازم اخد تبعيه معاه شوازي غصب عن افوار. كم من الايس كريم جمع مؤنث؟ كميات دول تاخد تبعيه غصب عن افوار. الايس كريم جمع مؤنث، ادور على حاجه فيها تبعيه واس، اخد التاني. هذه الجيبه الا بصرف، الا بصرف بتاخد تبعيه غصب عن افوار، اخد اللي فيها اول اخرانيه تقيسها. انت ايه نقط انكدو، هديه لزميلك، انت افوار هتبقى اوفرت. اوفيرت التانية اسم مفعول من كلمة اوفرير، اوفيرت. جايب لي قطعة في صفحة 321، بيقول لي سيلفيا افي عملت ماذا امس؟ امس قمت لمتان كل مثل كل صباح، سيلفيا سيالي في استيقظت الساعة 6، الساعة 6:30 الي بري هي اخذت دش، السي اي قبل لي هي لبست السويت، بعد ذلك هي اخذت سم بتي دي جنيه فطرها. من دون صوم بتي دجني أثناء الفطار. إلى لو هي قرأت أمبو تقلق قليلا، إل آ كنت تسمع الراديو. أبغي بعد كده إل سي إي وسي تغسل الأسنان، إل إي بغتي وترحل أو تغفي إلى العمل. أفون دو تغفي قبل أن تعمل، هي تأخذ أن كافي قهوة أفيك جوليان مع جوليان. سون كلوش زميلها، الدقات غافية تعمل من الساعة 8
مدي إلى الظهيرة أبري أفواتر مني قبل أن تنهي عملها. إلي تليه تذهب سيبه وني تتنزه في الحديقة. شاك صور كل مثل كل مساء هي تعمل كلك كورس بعض المشتريات في السوبر ماركت أفيك صاف وزن مع جارتها. إير انتري وتعود بور دينار للعشاء كم شاك صور مثل كل مساء هي تأكل أون ريغاردي وهي تشاهد لا تري تلفزيون بعد ذلك. إلي تلفوني تتصل بسونامي بصديقتها أليس. إلسي كوبي كوشي وتنام في منتصف الليل. سيلفيا تذهب إلى السوبر ماركت إلى السوق. تعال ندور إلى السوق. أه. هي تعمل مشتريات أو سوبر ماركت مع جارتها مع جارتها. طيب يبقى فيك صاف وزين مع جارتها أخدها. أبغي بعد أفوار ريغاردي لا تلفزيون بعد أن تشاهد التلفزيون هي تتصل بصديقتها أليس. سيلفيا تتصل بأليس. أبغي أفوار بعد أن تأخذ سوم بتي دي جنير الفطار تغسل الأسنان. أخذ التالت. هذا النص يكون عبارة عن ديالوج حوار فيش استمارة ارتكل مقال النص اعلان هو عبارة عن ارتكل مقال. سيلفيا سيكو بي تنشغل بي او سيكو شي تنام قبل منتصف الليل بعد منتصف الليل في منتصف الليل بتنام في منتصف الليل. جوليان تكون نقط سيلفيا جوليان سون كوليج زميلها. من جاستين إلى هيلين سمتان هذا الصباح. بتقول لها بونجور صباح الخير ألور إذن جيمي سويلي في أنا استيقظت قمت له متان مثل كل صباح الساعة 6. أنا أخذت من بتي دي جنيه فطاري أفيك مي برونس مع الوالدين. جي أبوي أنا أخذت الشاي باللبن. دوبان خبز ومربى ونسوت بعد ذلك نصوم اللي ذهبنا فير لعمل مشتريات بور لربا للوجبات أو لوجبة الظهيرة. أنا اشتريت كثير من الفواكه والخضروات قليل من اللحمة والسمك. نسوت بعد ذلك ونيمون نحن وكنا يقون إيسي بومني وتنزهنا في الغابة بتاعة رومبل. وأنت ماذا تفعلين هذا الصباح؟ جاستن تحب أن تأخذ شاي بلبن. هذه الوثيقة تكون إيميل. جاستن نقط الفطار أخذت الفطار مع سيبرانتس والديها. روبيل تكون اسم غابة فوغيت. جاستن أبري أخذت خبز أفيك نقط مع مربى وكان خبز بالمربى أهو كونفتير. جاستن إيه بصي ووالديها سونت اللي عم ذهبوا لعمل مشروعات بور لي للغداء يباخد لو دي جنين. صمدي دونير السبت الماضي. السبت الماضي لي بغانس والدي كارول سونت اللي ذهبوا فوار لرؤية لجراند مير الجدة في المستشفى في مارسيليا. كلير سي إلي في استيقظت تغيطارد متأخرة. إلي طلي هي ذهبت شراء دي بسو سمك ولبن إلي فينو وعادت. دان لانتري في مدخل المنزل إلى تغوفي وجدت اللتر خطاب دي إي دي جولي فيليغ وظهور جميلة من ساكو بين من زميلتها لورا. إلي مس دي لو بسو هي وضعت لو بسو السمك واللبن سير لا طبل على الأرض على المنضدة. دي لا كوزين بتاعت المطبخ. إليمس وأخذت الزهور دان أنفاز في الفازة سير لا طبل على المنضدة بتاعت الصالون. السي إي إس هي وجلست لكي تقرأ لا ليتر الخطاب. تتأكب في الحال إلي التنضي هي سمعت كل كشوش شيء ما. إلي كرو هي جرت على كوزين في المطبخ حيث إلى فو رأت قط انتو غين دو منجير توّن أكل السمك. إن بلو أكثر إلي فرسيلو بوتيل سكب زواجة اللبن فيا أون سون دجني
شافت غدائها بارتر على الأرض. كلير أبلي استدعت ليبزري بائع البيتزا. دوكر تربط على الحي إيدموند وطلبت إم بيتزا بيتزاي. ودجني في الغداء كلير أخذت بيتزا. لومارانتس دو كلير والدي كلير ذهبوا لمارسيليا السبت صباح. كلير آمي وضعت الزهور في الفازة اللي في الترابيزة على المنضدة بتاعت الصالون. لومارانتس دو كلير والدي كلير سنت اللي ذهبوا يزوروا لجراند مير الجد. كلير وجدت الخطاب بتاع صديقتها في مدخل المنزل. كلير استيقظت تريتارد متأخرة جدا. نيكولا بارد يتكلم عن آخر أجازة في فرنسا. منذ غنير فاكانس أجازة الأخيرة جيلي بصي قضيتها في باريس. جادور راسك هذه المدينة جي أفزتي. أنا زرت لوموزي دي لوفر متحف اللوفر. لوموزي دي أورسي متحف أورسي. لوموزي دي روبدين متحف لوردين. جي ميس ويبر ومني أنا تنزهت في لورو شوارع باريس. هو زار ثلاث متاحف وتنزه في شوارع باريس. جي سويسرلي ذهبت إلى قصر الفرسي حيث جي آفين عملت له مجازين مشتريات مالي ريزمول سوء الحظ سوسوا سيجور لا هذا اليوم إلي بليو تمطر لومتان في الصباح وبعد الظهر. الياو أنفنت كان يوجد رياح تريبل مفزعة. لجو اليوم التالي لوسيا للسماء آتي كانت بلو زرقاء. جي سويسرلي أنا ذهبت لشرب القهوة أنتراس في البلكون. دان أن كافيه في قهوة. أنا سويت بعد ذلك. جي أبغي أنا أخذت لو دي جنيه الغداء دان أن بون ريستورون في مطعم صغير بيتي ريستورون. جي زبير بيان بوفوار ريتورني. أتمنى أن أعود مرة أخرى أستطيع العودة مرة أخرى إلى فرنسا. تري بيانتو قريب جدا. نيكولا إيطالي ذهب إلى فرساي بور لسيبه من التنزه. هنا جياف زيتي أهو بور سيبه من التنزه ده فرساي. لا مش للتنزه لعمل مشتريات قصر فرساي. لوجور سوفون اليوم التالي إلى بريميدي بعد الظهر أفرساي في فرساي. إلى بلو هي أمطرت هي أمطرت. هي أمطرت. روبن يكون اسم. تعال ندور على روبن. ده اسم موزي متحف الأولاني. نيكولا اتغدى في ان ريستروم بتي ريستروم مطعم صغير. لوموزي دي فرساي متحف فرساي ستوف يوجد في باريس. نيكولا نقط العودة الى فرنسا مرة اخرى. زبير يعمل او يتمنى. شوفوا القطعة اللي جاية. لو كان دورنير العطلة الماضية اسرة مارتين سيير نيو اجتمعت. فوالا ليز اكتيفيتي هي الانشطة دي شاك بخصوم لكل نشاط. الاب قعد دون نيم امانجي يعطي اكل الى العصافير. اللي سورتي رحل الساعة 10 بورا الليل للذهاب الى النادي. لامير الام ذهبت او سوبر مارشي للسوبر ماركت هي اشترت عصير فواكه. اللي نسويت بعد ذلك. اللي كوزني هي طبخت امبول دجاجة افكري بأرز بور لودجني للغداء. أليكس ولوكاس اللي هم الأبناء. السونت ليفي هم استيقظوا تو مبكرا. الزونت إيد ساعدوا ليرمير أمهم. أبر بير في تجهيز لوري بالوجبة. الزون ميس مواضع المنضدة في الظهيرة. مارتين نشوف مارتين البنت. السيبر بير هي تجهز أو هي جهزت الفطار. الديكوري لطابل زينة الترابيزة أفيك لفلير بزهور. اللي في ان سويت عملت بعد ذلك ليفاسيل غسلت الاطباق. يبصيل اسبراتير ومشت المكنسه. ابري افوار مانجي قبل الاكل. ابري بقى قبل
بعد افوار مجيء بعد الحصول على الاكل. لغام برمت سجدين الزون تبري اخذوا الترام، الترام الزون ترسرتي الربي، هم وصلوا الساعة 11 الزون تأبغتي احضروا جاتو. لوبر الاب عمل وكل حيه العصافي دنيا مجيء العصافي. لغرام برانتس الجدين وصلوا اون ترين في قطار في ترام. مارتين عبر بير جهزت لو دجني الغداء ثم إلي دكوري لا طابل زينة السفرة. يبقى جهزت الغداء الفطار الغداء، تعال نشوفه ده الفطار زينة السفرة. غسلت الأطباق بشت المكنسة لجراند برانتس أخذوا الفطار. طب فين الغداء؟ الزونت ايه تساعد امهم في تجهيز الغداء. هي وضعت ام وضعه ماريا، هو عايز البنت مارتين. البنت جهزت الفطار، هي زينت الطابلة المنضدة بالزهور. طيب إليه ديكوري الطابلة زينت المنضدة اخت. إلي غسلت الأطباق بقى إلي بصيلة سباتير أفوار مونجي بعد الأكل. تعال ندور على بصيلة سباتير، مفيش. ذهبت للسوق، ذهبت للنادي، أحضرت الفواكه، يبقى إحنا خدنا الأولانية. إنها نقط الذي خرج بور الليل للذهاب إلى النادي، يبقى الأب لوبي. أليكس ولوكاس ساعدوا أمهم في الأليكس ولوكس الأبناء سونت ليفي غسل استيقاظ مبكرا ساعد أمهم في تجهيز لوريبال وجبة. وضع المنضدة في تجهيز الوجبة بريبير لوريبا. لامير الأم أكل زوني طبخ الدجاجة بأرز بور لي، تعال نشوفه زينت فين دجاجة بأرز. إليكو زوني سوبر مارشت إليز كوزوزني دبخ دابور لو دي جوني للغداء، يبقى خد رقم بي. لا سومين دوني الأسبوع الماضي جي آب فت احتفلت بعيد ميلادي. جي آب كان زونا كان عندي 15 سنة. دو إذا السبت في المساء ونافي عملنا إن جراند فت حفلة كبيرة عندنا. أنا دعيت ميكو بن زميل زملائي إيمي بغانتس والدي أنت إتي جو كانوا سعداء آسا، وهذا سي إيه بينبصي حدث جيدا. أنا استقبلت كثير من الهدايا. الياو كان يوجد أيضا أندرسي جاتو جميلة دي أنيفرسير لعيد الميلاد. إنكو بن زميلي أحضر سيدي اسطواناته، ده زميلة أحضرت اسطوانتها أونيدا سيرة قصنا حتى منتصف الليل. إن واحد من الجيران ني إيبا إتركنتو، واحدة من الجيران من الجارات لم تكن مسرورة من الضوضاء، لكن أونسي إيبيان أميوزي تسلينا في نفس الوقت. السنة القادمة جيفي فتير سأحتفل بعيد ميلاد 16 للسنة القادمة. أنا سيكون عندي سكوتر ماشي موتوسيكل. ده ديفي زملاء ديفيد احضروا السي دي زميل ديفيد. الجارة بتاع ديفيد تحب كثير من الضوضاء، يبقى تكره. ديفيد سوف يحصل على سكوتر السنة القادمة. لان نيبوشان هذه السنة ديفيد عنده 15 سنة، السنة القادمة هيكون 16. الجاتو بتاع عيد الميلاد يكون ديليسي لذيذ. لبرانتس والدي ديفن أنت إتي كانوا كنتون سعداء. من أكرم إلى حمزة بيقولوا سألوا لزمي أهلا لأصدقائي كيسك فوز الليفي، ماذا سوف تفعلون هذا الجمعة؟ قال له 6 يومين هذا الأسبوع جي في فتير سأحتفل بعيد ميلادي. أنا سوف أكون عندي 16 سنة. أنا أدعوكم جميعا للحضور عندي يوم الجمعة مساء. فحاتم قال لهم وأنا جي في أليرس أذهب إلى النادي سوس لوما تم في الصباح برسكول لأني عندي مباراة سلة، لكن جي في فينير سآتي في المساء إلى عيد ميلاد حمزة. أكرم قال بون أنيفرسير عيد ميلاد حمزة، أنا سوف آتي شيتوا عندك يوم الجمعة مساء أفيك مون فرير مع أخي الصغير بتي فرير.
أما سمير قال له ما أنا لا أستطيع أن آتي برسكو لأنني جيفيشي مي كوزن، أنا سأذهب عند عيال عمي، أنا أذهب عند عيال عمي مع مي برانتس ولدي إلى القرية. عيد ميلاد سعيد منامي صديقي، إلى الأسبوع القادم. لوكات غبرسون يكون أصدقاء. حمزة فافتر سيحتفل بعيد ميلاده أمام زوم في المنزل. حاتم فا يذهب إلى النادي لكي يلعب مباراة. حمزة فا سيرى سمير سيرى حمزة الأسبوع القادم لصميم بورشا. من سوف يذهب عند حمزة؟ أكرم وحاتم. الأسرة ستذهب أو فيلاج إلى القرية. شوفوا القطعة الأخيرة. سلو سلام السبت الماضي جي آفتي احتفلت بعيد ميلاد 17. مي برانتس ولدي مي أوفرين تقدموا لي نوفو بورتابل محمول جديد. سي سوبر إنه رائع إبلو وأكثر. مون جراند بير جدي أوفري قدم لي بنطلون جينز أسود من ماركة جيدة. جي آفتي أنا دعيت خمسة من أصدقائي من صديقاتي. أبصر لقضاء السهرة في المنزل. ونيمون جي نحن أكلنا بومبلا أطباق جديدة. إي بيانسي وبالتأكيد أن جران جاتو تورتاية كبيرة تريبون جيدة. جياري جاردي أنا شاهدت أمبو فيلم جديد لعمر الشريف. فيلم جديد لعمر الشريف أفيك ميكي وبين مع زميلاتي. جيم بيانسي تكتير أحب جدا هذا الممثل، هو يلعب أن جراند نمبر عدد كبير من الأفلام. بعد ذلك نو زافو بافاردي نحن صرصرنا اي اكوتي وسمعنا الموسيقى. نو نو سوم تري بيان اميوزي نحن تسلينا جيدا. انفان في النهاية ميكو بين زميلاتي سونت باغتي رحلوا اي جي ادغمي وانا نمت مسرورة في منتصف الليل. ده كريستين. كريستين دعت خمس زميلات. كريستين ارسو دي برانتس استقبلت والديها أو تسلمت من والديها أم بوتابل محمود. عمر الشريف يكون اسمه ممثل أكتير بريفري الممثل المفضل. ليجاتو بتاع الحفلة يكون دلوسي لذيذ. السبت الماضي كريستين آري جاردي شاهدت فيلم مع أنا شاهدت تريبون فيلم من عمر الشريف أفيك ميكو بن مع الزميلات. السبت الماضي كريستين سي ايكوشي نامت سعيدة الساعة 24 يعني في منتصف الليل. نخش على المواقف. فوباغ لن تتكلم عن ماذا فعلت الاميزون في المنزل في العطلة. انت هتقول انا غسلت الاطباق. فوتوكوبين زميلك فو بار ليكلمك عن الحفلة ماذا التي انت نظمتها امس. زميلك فو باغل يكلمك عن الحفلة اللي هو نظمها أمس. هو هيقول أنا عملت حفلة حصة فرنساوي، أنا دعيتك للحفلة هذا المساء، أنا سوف أنظم أخذ الأولانية. أنا عملت حفلة غير معدة مسبقا غير مجهزة. فوديمون أن تطلب من فوت غميم من زميلك لماذا هو لا يكون لم يتنزه في العطلة. هو هيقول كار لأن عندي امتحانات. فوتو كوبين زميلك فو دوموند يطلب منك اين اتغديت. انت هتقول له جياد جني اتغديت او سيلف في المطعم. فو باغل انت تتكلم عن فوز اكتيفيتي انشطتك في الخميس الماضي. انت هتقول جيا بارتسبي انا شاركت في سباق عجل ادي الماضي. الباقي كله ادي مضارع ادي مضارع مستقبل ادي مضارع. يبقى خلي بالنا من الحتت دي. فوباغ لن تتكلم عن ماذا أنت لم تفعل في الحفلة بتاعت القرية. أنت هتقول أنا لم أرقص ومعرفش أرقص. أنا لم أعمل بيتزا. ده مضارع وادي مضارع وادي مضارع وادي واحدة ماضي وادي ماضي. باخد الأولانية على حسب الماضي. يبقى أنا ما كنتش عارف أرقص. عند تطلب من زميلك أكلير في أي ساعة هو يأتي من السهرة بتاعت أمس. هو هيقول لك جسوي ريفني انا وصلت في الظهيرة. انا وصلت بعد الظهر. انا عدت في منتصف الليل. يبقى انا عدت في منتصف الليل.
Votre copain زميلك vous demande يطلب منك ماذا أمك تفعلت pour votre anniversaire لعيد ميلادك. يبقى في الماضي هقول له إليه فيه هي عملت جاتو، ده في الماضي برضو. وكوشي الجملة اللي بعدها بيقول لك votre copain زميلك vous demande يطلب vous expliquer يشرح لك لماذا هو وصل متأخر. هو هيقول لأن جي مي سوي بغدو، لأنني تهت. فوتر مي فوتر كوبان زميلك سي انفورمي، يسأل على فوتر اكتيفيتي، على فوز اكتيفيتي، على أنشطتك أمس. هو هيقول ماذا أنت فعلت أمس. هيسأل في الماضي، أدي مستقبل، أدي مستقبل، أدي ماضي، يبقى أنت فعلت ماذا أمس. أخذ الأولاني. لا يوجد إن فيت حفلة ده فوتر فيلاج في قريتك. فوتر كوبين زميلك بيطلب منك كي بارتيسيبي، من شارك في التجهيز. أنت هتقول تو لو موند، كل الناس شاركوا في البريبراسيون في التجهيز. فوتر مير أمك فو ديماند طلبت منك لماذا أنت تأكل كثيرا من الجاتو. أنت هتقول بارسكو لأنه هو لذيذ. أخذ رقم سي. فوتر كوبين زميلك فو ديماند يطلب منك أين ذهبت أمس. أنت هتقول أقول له جي سويس اللي أنا ذهبت على بو بورد دي لا مير إلى شاطئ البحر. ودني أنت تعطي فوتر إبنيون رأيك على سهرة أمس. أنت هتقول السهرة تي كانت جينيال رائعة. ودي أنت تقول إلى فوتر مي إلى زميلك لماذا طاف مي تطلب مي كل الأسرة اجتمعت بعد الظهر. أنت هتقول بور بريبير لكي نجهز لافت الحفلة. ودمان أن تطلب من فوتر مي ماذا زميلك ماذا هو اشترى أمس في المكتبة. هو هيقول أنا قرأت، أنا ذهبت، أنا أحضرت، أنا اشتريت، أنا أحضرت كرايون، أقلام رصاص، وبطاقة رسم. فوتر مي زميلك ودمان يطلب منك سيكو، إن ماذا سي إيه بس حدث أمس في السهرة. أنت هتقول جي آدم سيان رقصت جي آشانتي وغنيت هي دي تنف. ودمان أن تطلب من فوتر مي من زميلك سيز اكتيفيتي أنشطته أثناء العطلة. أنت هتقول له ما يكون عطلتك، أنت تمارس كرة قدم، ماذا أنت فعلت في العطلة. أخذ رقم بي. ودمان أن تطلب من فوتر سير من أختك ماذا هي فعلت. بأبغي لك زمان بعد الامتحانات. هي هتقول أنا ذهبت إلى النادي، عشان هي مؤنث خدت تبعية، حطينا جملة في زمن الماضي. فودماند أن تطلب من فوتر مي من أمك أين هي سوف وأين هي تذهب لكي تشتري تفاح. هي هتقول شيلو فغوتير عند الفكهان. فوتر بروفيسور مدرسك فودماند يطلب منك ماذا فعلت بور ديكورير لكي تزين لافت الحفلة. أنت هتقول جامي لي فليغ، أنا وضعت الزهور. لو بروفيسور المدرس فو ديموند يطلب منك أين فوتر ديفوار واجبك. أنت هتجيب أنا نسيت على ميزون في المنزل. أخذ رقم سي. بونفيتي أنت تدعو أخوك لعمل كورس مشتريات. أنت هتقول تيفيان أفيك مو، أنت تأتي معي على إي بي 3 إلى محل بقالة هي دي اللي تف. بور راكونتي لكي تحكي ماذا فعلت من ضوء أثناء الأجازة. أنت هتقول جي بصي أنا كانت الأجازة عند والدي، الأجازة بتاعت رأس السنة كانت رائعة، أنا أحب الأجازات بتاعت نصف السنة، الأجازة كانت في الصيف. أخذ الأخرانية، أنا قضيت الأجازة عند مي برانتس جدي. وديمان أن تطلب من مدرسك دير بتير أن يكرر لك الشرح. أنت هتقول له جيني ايبا تغي كومبري، انا لم افهم جيدا، الحصه سوف تنتهي. جي انا فهمت جدا، الشرح يكون رائع، ناخده الاولاني. خش على جمل القواعد. فينو جاي من فيرب فينير، وفيرب فينير من الافعال ال 14 اللي ناخد تصريف اتر. ريجارديو شاهد مش من الافعال ال 14 تاخد تصريف افوار، افوار مع النو هتبقى افو التانية. بس يقضي صح إقامة، يقضي ولا يمر، قال لك يقضي، بتاخد أفوار التالتة. الريفي يصل من أفعال الأربعتاشر تاخد فيرب أتر الأخير.
السون فيسو عاشوا طوال سنوات 3 سنوات بعيش مش من الأفعال الـ14 تاخد أفوار التانية. مون بتي فرير أخويا الصغير توم بي سقط سمتا هذا الصباح، يسقط من الأفعال الـ14 أخد فيرب أتر اللي هي إيه عشان أخويا بيساوي الضمير ال. رسو يستقبل وتسلم مش من الأفعال الـ14 تاخد أفوار اللي هي التالتة. كان جي نقط صوتيسي ومتان، عندما أنا خرجت هذا الصباح الفيت ريف والوار الجو كان بارد، يخرج من الأفعال الـ14 تاخد سوي. ناهد سي اي كوشي فيرب واخد تبعية وتحويل السو، يبقى ده فيرب زو ضميران باخد أتر على طول. تي آمن جي يأكل مش من الأفعال الـ14 تاخد أفوار الأولانية. لويك إند العطلة الماضية إلا سكلاد تسلق، يتسلق مش من الأفعال الـ14 تاخد أفوار الأخرانية. كل كان شخص ما إي أنتغي دخل عشان شخص ما مزق. كومبيان دي توريس كامل السياح أونت، أدي سؤال بكلمة كومبيان دو تاخد تبعية إما إس إما أو إس على حسب السياح. أدور أخد اللي فيها أو إس لأن كلمة سائح تمشي جمع مذكر وجمع مؤنث، خدناها إنه بادي جمع مؤنث الوحيدة اللي تنفع. خد التبعية مع أفوار غصب عن أفوار إلي طالما فيرب أتر مع الأل تاخد تبعية أو أخد التانية. مرت عند زميلتها الزون إن بيلسغ بايز أخد أول أخرانية، كان عندهم مفاجأة فيرب أفوار. يوسف إموا يوسف وأنا نو نو سم نو نو سم لازم تاخد تبعية أس عشان يوسف جمع مذكر هو زميله. الصوت فيرب اتر ياخد تبعية اس اخد الاولانية. جان تكون دي صندوق، جان دي مؤنث اخد دي صندوق الاخرانية اخرها او. الجملة اللي جاية سيت بس هذه المسرحية جيلي الا بصرف عايدة على مؤنث مع فوار او مع اتر لازم تاخد تبعية اخد فو انا رأيتها كده خدت التبعية مع المسرحية. كل كرافات اي كرافات تاتي اه شوازي، خدنا تبعيه عشان كل بدا الجمله ما فيش قبلها حرف جر. كم من الممحوات، الممحوات الاستيكات او الجمات جمع مؤنث بتاخد تبعيه او اس اخد الاخرانيه مع عوار مع عوار اللي يكون بين دول بدا الجمله. هاني وانا نو نو صم، طالما نو نو صم يبقى فيرب زو ضميران باخد تبعيه هاني وانا جمع مذكر اخد التالت. الي الي بغتي انها رحلت تاخد تبعية او التالتة. فيربات افوار لا ياخذ تبعية اخد كري اللي اخرها تي اسم مفعول من كلمة كرير. صونت مع ال تاخد تبعية اس اخد التالتة. فوزافي افوار لا تاخذ تبعية اخد الاولى. الصون اللي بتاخد تبعية مع اتر ادور تاخد اس دي صندوق. ال صمت ال بتاعت جمع المؤنث تاخد تبعيه او اس اخد الريفيل الاخراني. كي تي ار انكونتري من قابلت في النادي، قال له انا لم اقابل بيرسون احد. وني بس قضينا العطله يقضي مش من الافعال الـ14 تاخد افوار. ليه فيرب اتر مع ال ياخد تبعيه اخد واحده في دول تاخد تبعيه قال لك صوتين الاخراني دول تبع افوار ما بياخدوش تبعيه. نقط اي في نو اتت هنا تبعية او يبقى اخد ال الاولانية هي دي اللي بتاخد تبعية او. ال رنتري هي عادة مرهقة مي لكن سعيدة، لكن سعيدة مرهقة لكن سعيدة اخد مي التانية. ست في هذه البنت نيكم نيبر ومني لا تتنزه ابدا في منتصف الليل اخد جميع. فاسيها هي ليش ميز الأقمصة جيلي الأقمصة جمع مؤنث وفي هنا ال او اس تاخد تبعية غصب عن افوار او اس ادور اخد التالتة. رانجي انا مريت عندك يمر من الافعال الـ14 تاخد اتري يبقى جو سوي، عايز اتاكد ان جبت صح هنا جي او مش جو ابصرف، لو كنت افوار كنا اخدنا جي ابصرف. تي فا فيزيتيغ تو اونكل انت سوف تزور عمك، قال له لا انا توا زرته عمك مذكر اخد ال او. لا فامي الأسرة أجوي استمتعت بالفاكانس بالأجازة، هي استمتعت بها هنا دو ورا الفاكانس يبقى تاخد أون على طول، أي حاجة فيها دو تاخد أون. لا سواغي السهرة بتاعت أمس
كانت أمس باعتي كانت فعل مانيفيك رائع، حطيناها في الماضي. عادي مصدر، عادي مضارع، عادي مستقبل. من أنكل عمي باعتي على المانيا، رحل إلى ألمانيا هذا الصيف. الصيف كل فصول السنة مذكر تاخد سي أو تي، ما عدا الربيع ياخد سي أو. هو مرة أو قضى العطلة، يبقى يقضي، يبقى تاخد أفوار، أخد التالتة. اسكليشن يوم بطل البطولة، البطل المصري ارسي استقبله او تسلمه، قال له بكل سرور. كيف استقبله البطل المصري؟ يبقى كومو كيف؟ قال له بكل سعادة او بكل سرور. الكلوب نادي بتاع الطبيخ، في عمله دي حاجة جامع كوشي، يبقى الاولانية الوحيدة اللي جامع والباقي كله مفرد. فونوات على تيت، vous avez à la fête في الحفلة، أنت avons ما تنفعش مع الفو، avez participé شاركتم في الحفلة تنفع. hier أمس je suis allé أنا ذهبت على مير إلى البحر، إيجي أفي وعملت دولا بلونجي الغطس، الغطس مؤنث أخذ دولا. ما سيو أختي إيموا وأنا نوزافو مس لو طابل، إحنا وضعنا المنضدة اسم مفعول من كلمة متر. أبغي ميدي بعد الظهر مذكر أخذ سي أو تي، كل الأوقات مذكر. سيلي سيسيليا إي مارتين سيسون، دول بنات، سيسيليا بنت ومارتين بنت، يبقى سيسون وكوبي كانوا انشغلوا بيه، خدنا تبعية أو إس، فعل ذو ضمرين خد أتر وياخد تبعية. كيس كتي أفي ماذا فعلت أخذ آيس. مدام دي بون أفي عملت دي نوت بور لزنفور الأطفال، عملت دو دو جوزمو تنكر، دي الوحيدة اللي جام. ونستالي نشغل لا موزيك، الموسيقى، الموسيقى مؤنث أخذ لا. لاني دونير السنة الماضية بكودو كثير من السياح، السنة الماضية يبقى ماضي، يبقى سونت فينو أتو من إيجبت إلى مصر، هذا جم في ماضي المرك. مومبير أبي إيه نرفو عصبي كار، لأن الأطباق الريفي تصل أمبو قليلا، أون ريتارد متأخرة، أمبو دو ريتارد أو أمبو أون ريتارد. وني بصي قضينا إنس وغي سهرة، سهرة مؤنس، أدور على واحدة بدول بتاعت مؤنس، قال لك جينيال التانية. إلي فينو هو أتى شي، عندي حرف الجر بيجي وراه موا توا لوي إلى ما لا نهاية. مامي وأمي آفي عملت ديجو ألعاب الأطفال، بوغ هي اللي بيجي وراها ده ليه الأطفال لي، إنما الدو ما يجيش وراها ليه والأو ما يجيش وراها ليه. الاسبكتاتير المشاهدين سميوزية تسلوا بيان جيدا، بيكو كثيرا تنفع. متان صباحا جي مسويز لفي أنا استيقظت، ده ماضي، يبقى أخد أيير أمس صباحا أنا استيقظت. سامودي دونير السبت الماضي مي ما طنط عمتي ايه، ترى ما حطت فيرب اتري، بتاخد تبعيه ايه الريفي، وصلت من باريس. بغت سبي شاركه في تجهيز فوتر فيت حفلتك، مين شارك في تجهيز حفلتك اخد كي الاخرانيه من. متان صباحا يبسو متان الصباح مذكر. جياب لي انا نسيت انا اخذ لاست وار القصه، ابوتي احضرها يبقى اخد لا. سارة وأنا الريفي خدت تبعية بتاخد فيرب أتر، وسارة وأنا بتساوي الضمير نو يبقى ناخده نو سم. تي أش وزي أنت اخترت كل ريستورون أي مطعم، مطعم مفرد مذكر أخد كل التالت. وكونج في العطلة نو ظلو أتغى، نحن نذهب عند مي زميل أصدقاء، الأصدقاء جمع مؤنث أخد نوز. لمرض الأمراض صمت تكون صغتي خارجة من المرضى، يكونوا خارجين من المستشفى، المرضى جمع مؤنث مذكر بس هنا واخدة تبعية أو إس، يبقى كلمة مريض تمشي جمع مذكر وجمع مؤنث، مذكر ومؤنث، كلمة صغتي آخرها هي إس يبقى أخد توت التالتة. نطق بروفيسور مدرسنا نو فيسيليتي يهنئ، مش من أفعال الـ 14 بس هتاخد أفوار، يبقى المدرس بيساوي الضمير اللي باخد فيسيليتي. طب خد التبعيه ليه؟ لان النو ده هي عايد على مباشر، هنا انا اخد تبعيه.
بوتيل الزجاجات جمع مؤنث، كم من الزجاجات من الماء؟ فندو يبيعه، اخد كومبيان دو، خد التبعية غصب عني، خد التبعية غصب عني. ليجونت جونتيات جيلي، جونتيات جمع مذكر، اخد بريتي اللي هي الاولى. باي بلد افريقي افيفو فيزيت زرت، يبقى اي بلاد افريقيه تزور اخد الاولانيه، اشمعنى؟ عشان في تبعيات. فوزافي انت عمتك او انت قضيت كم من الليالي، كومبيان دو موقعها انه بادئ في وسط الجمله، لا تاخذ تبعيه. قلنا الشروط لازم تبقى في بدايه السؤال والا تسبق بحرف جر، هي مش في بدايه السؤال يبقى ما تاخدش تبعيه، يبقى انتم قضيتم اخد الاولانيه. مونبير اب اتولد في تاريخ كامل، اللي هو السنة بتاخد اون، الشهر بياخد اون، اخد اون. على قمان في الريف يوجد لعير الهواء بور، منعش الهواء مزق. السونت فيرب اتر ياخد تبعية، ياخد تبعية مع ال بياخد اس، اخد الاولانية. فوزافي في انت فعلتم ماذا امس، باخد كوال اخرانية، ماذا فعلتم امس. تي انت عندك كور دي انجلي، حصص انجليزي. تي او انت كان عندك حصص انجليزي جاي من فيرب افوار. ان ايه بغتي رحلنا تون ومتان في الصباح، الفي شو جو حر. ان ايه بغتي رحلنا مبكرا في الصباح، لان الجو حر، اخد الاولانيه جمله كامله، بيجي وراها جمله كامله. خدنا اللفه ابو صرف عشان مبدوء بحرف متحرك. تطلع فامي كل الأسرة، بارتسبيش أراكو على فت في الحفلة، أو فيلاج في القرية، حفلة بتاعت القرية، القرية مذكر أخد دو. كسكتي في ماذا فعلت في العطلة؟ قال له جي سويس، اللي أنا ذهبت إلى البحر، وأنا عملت دولا، دولا حاجة مؤنث يبقى دولا ناتاسيون، سباحة. عامدي في الظهيرة والنصف، كريستين إيه؟ كريستيان إيه؟ إيه دي جوني يتغدى؟ كوزوني اللي ذهب هي الوحيدة اللي تاخد أتر، الباقي كله ياخد أفوار. أمس نقط السونت كوشي نامو، يبقى أمس مساء أخد الأولانية. تيكوني أنت تعرف لا لبرير، المكتبة، المكتبة مؤنث، أخد ست التانية. أجوردوي اليوم جي سويفة تجي، أنا مرهق. جي أو أنا كان عندي تغواء زمان، ثلاثة امتحانات مش موجودة، يبقى كنترول تنفع، لازم حاجة جامدة. الاسبكتاتير المشاهدين سيسون بيكو، كانوا تسلوا جيدا. المشاهدين جمع مذكر، اخد اميوزي الاخرانية عشان ده فيرب ذو ضميرية. دي ادو الشباب تغافيه، يعملون لكي يكسبوا امبو درجون قليل، يببو بيجورا الفعل في المصدر، اخد. افيكوا فعل ماذا؟ من فعل ماذا؟ أخذ كي الأولاني. ستيفير هذا الشتاء، تي آفي أنت عملت دوسكي تزلج، سيغ لي قلب أو ضل لي قلب في جبال القلب، أخذ نو عشان جورها أدا. جانفير بصي يناير الماضي، إيزابيل سي إي سي إي ده فيرب ذو ضميرين، أخذ واحدة. انستالي شغلت أو التحقت عندي بور كلك جور لبعض الأيام. نظافون في لا فاصل، يغسل مع الأطباق. الأعمال المنزلية تأخذ معرفة، باخد لا. بيقول لك فوزافي فيك، وأنت تفعل ماذا؟ أجور دوي اليوم، ده ماضي. اليوم تنفع ولا غدا ولا أمس؟ باخد أمس. مارتين نقط لا طابل، في نتايي نظفت المنضدة افيك لفلير، يبقى ديكوري زينت المنضدة بالزهور. سيتي ليف هذه التلميذة، كان عندها بون ريزولتا، نتائج جيدة. دي صفة جمع، يبقى اخد دي او، لان دي او بيجي وراها صفة جمع زائد اسم جمع، اخد دي او. ان دي بنت واليزا دي بنت، دي كوريو زين، مش من الافعال ال 14، تاخد افوار الاولانيه. جي سويزا اللي انا ذهبت كندا، الى كندا في ابريل، اخد ان.
Vous êtes rentré en تعود من الحفلة على الساعة 22، يبقى أكلير في أي ساعة؟ جون آمي وضعت صورة، صورة مؤنث أخذ إن، صورة الحفلة أخذ إن. تيافي أنت فعلت في العطلة، يبقى ماذا الأولانية بيجورا جملة مرتبة، يبقى ماذا فعلت في العطلة؟ Nous avons décoré, نحن اكتشفنا ام لبرير مكتبه حديثه تغيبي جوراها صفه. تي طلعت ذهبت الى المتحف، الى من، عند من، عن من، مع من، مع من ذهبت الى المتحف اخذ الاخرانيه. الله يذهب من الافعال ال 14 تاخذ صوت. امس اللي بتتجمع المذكر اخذ صوت الريفي وصلوا الاولانيه. طالما أمس، أمس سي إي إل سي إي ده فيرب ذو ضميرين، يبقى لازم تاخد تبعية غصب عني مع أفوار مع عتر عشان ده فعل ذو ضميرين. خدنا أوم نو نوت لي فاكانس، يقضي الأجازة، يبقى تاخد أفو بصي، يقضي مش من الأفعال ال 14. لا سومين دوني الأسبوع الماضي، إل هي تاخد تبعية أو ذهبت. أيار أمس تقولوا باتو كل المراكب سيغرتي، المراكب جمع مذكر أخذ سيسون سرتي، توقفت أخذ التالتة فيرب ذو ضميرين يتوقف. جسويزا اللي أنا ذهبت إلى المطار، يبقى أمس ماضي. ماكسيم محمول في المدرسة، يبقى أبردو فقد عشان في كلمة أيار أمس. تي دوني أعطاك، يبقى من أعطاك أخذ كي التانية. أيار أمس نو ده ماضي، بنو سوم ظلي، نحن ذهبنا الأولانية التانية. متى صباحا جي في اللير، سأذهب أمو زي إلى المتحف. جي في اللير ده مستقبل، يبقى أخد دومان غدا. مم فرير أخويا فار ريفير سيصل من باريس، برضو مستقبل، يبقى سمودي بروشان السبت القادم. وده ماضي وده ماضي وده ماضي. أمس سوار مساء إلسونت أرفي، هم وصلوا من الرحلة، خدنا تبعية عشان ده ماضي وتبعية إس عشان إل بتاعت الجامعة مع عتر. أيار أمس هي إيطالي ذهبت إلى الحديقة، خدنا تبعية أو. أيار أمس مي بغانتس والدي بس يقضي السهرة مش من الأفعال ال 14 تاخد أفضل. الامتحان الأولاني بيقول لي من ماريا إلى جانيت لي فاكانسز دي تي أجازة الصيف. سألو جانيت، أهلا يا جانيت، مالي ريزمو لسوء الحظ الأجازة إيه سون فيني انتهت. جي أو كان عندي دي بون فاكانس أجازة جميلة. جي أ بارتسيبي تي أفيك، أنا كنت مع أسرتي. ده ماريا اللي بتقول نظمنا حفلتي بتاعت عيد الميلاد لو بريمير جور أول يوم في الأجازة. جي أروسي واستقبلت الكثير من الهدايا. جي أبصي لأسواري قضيت السهرة أفيك مي مونبير مع أبي. مامير أمي وعمتي أم تبريبير جهزوا كثير من الغذاء، إيدي جاتو والجاتو وشوكولا بالشوكولاتة. آخر يوم في الأجازة جي لأبصي قضيته عند جدية. أفيك تو لا فامي مع كل الأسرة. نوزافو ديني تعشينا انسيم بالمعن. ده مريم. إنها النقط التي هذا الإيميل أرسل التيم في أرسل إليها، إنها إلى جانيت. ماريا نقط على فيد أنيفرسير أرسبه قليل من الهدايا، أرسو دي كادو لم تتسلم، تسلمت كثير من الهدايا. ماريا أورجانيزي نظمت صافيت حفلة عيد ميلادها أول يوم في لوميمير دو جور أول يوم في الأجازة. آخر يوم في الأجازة ماريا قضته عند هي قالت جرام براندس الجدي. لزوجي الموضوع بتاع هذا الإيميل إنه نيفاكانس دي تي أجازة الصيف. لامير الأم جهزت دي جاتو وكريز وشوكولا. هي الأم جهزت جاتو وشوكولا بس.
نسان وجان، نسان وجان عاملين حوار مع بعض، بتقول له تي افيك وماذا فعلت امس؟ قال لها امس الاحد بون جي سوي رستي، انا بقيت عندي. قالت له تي ايه ظلي، انت ذهبت، انت لم تذهب في السهرة بتاعت روبن؟ قال لها لا جي مي سنتي باش فاتيكي، كنت اشعر بالارهاق. جي ابر فير افضل ميكو شير النوم ايت واو، انت ذهبت هناك؟ قالت له لا. جي مي بربير انا اجهز لي كومبيتاسيون بطولة الجود، ده انا السنة اللي بيقول اي جي مي انت غنية اتدرب تغوا اير 3 ساعات يوميا. فجان قالت له سي اي دو دو موا، انها بعد شهرين. تي بوري انت تستطيع تي شانجير، انت تغير لي زي دي افكار دي توم بن توم من وقت لاخر. قال لها جي سي انا اعرف، لكن سي جي في شي روبن، لو انا ذهبت عند روبن جي ريست لا ابقى هناك او موا على الاقل ام موا شهر. جي سويت افوار ام ميدالية، اتمنى الحصول على ميدالية تشجيعي. روبن اورجانيزي ينظم سهرة اير امس. جان ني اي با اللي لم تذهب الى السهرة بتاعت روبن، جون لم يذهب الى السهرة بتاعت روبن لانها كانت مرهقة. اكوز دي صافة تجي بسبب ارهاق. نسان سين ترانية تدرب تروا اير برجور 3 ساعات يوميا. نسان يكون لاعب جودو. في هذه الوثيقة اليا يوجد دو برسون، شخصين، كاتغ برسون 4 اشخاص، تروا برسون 5 برسون. طب تعال نشوف، ادي نسان وجون، ادي 2، مشي معايا دروبن 3، مشي معايا، عايزين اسامي تانية. ادي 3 عند روبن، ادي 3، انا اتمنى يبقى دي 3 اشخاص هم اللي اتكلموا بس، يبقى تغوا برسون. وجودوي اليوم نحن نكون هو الامس الاحد، يبقى النهارده لولون دي يوم الاثنين. نرى الموقف، فودمان تطلب من زميلك لماذا هو يذهب اولسي الى المدرسه؟ ابي على الاقدام هو حيقول لانني اسكن قريب من المدرسه، اخذ رقم بي. ودي انت تقول الى فوترا ميلا زميلك اكلير في اي ساعه بو زيت فينو، انت تاتي من الحفله بتاعت امس. انت هتقول له، انت تقول الى زميلك في اي ساعه انت اتيت من حفله امس، انت هتقول له جي سوي فيني، انا رجعت من وي في منتصف الليل. فوديمان ان تطلب من زميلك كوند متى هو يقرا دي رومان روايات، هو هيقول كوند جي ادي توم بليبر، عندما يكون عندي وقت فراغ. فوديمان ان تطلب من فوتغامي من زميلك اين هو يتغدى، هو هيقول او سيلف في المطعم. فوديمان ان تطلب من زميلك انشطته السبت الماضي، انت هتقول له ماذا فعلت السبت الماضي، اخذ الاولاني. فوديمان ان تطلب من زميلك كيسك تي افي، ماذا فعلت امس، هو هيقول عايز حاجه في الماضي، قال له جي سويز اللي انا ذهبت الى النادي ولعبت كره القدم. فوتوكوبين زميلك فورا كونت يحكي لك انشطته في الريف، هو هيقول جا رمسيلي فريز، انا جمعت الفراوله. فو بارلان تتكلم او بارلي تكلم الى فوتر كومين زميلك عن فوتر مير، عن امك، عن ماذا امك فعلته. بور فوتر انيفرسير لعيد ميلادك، انت تقول هتقول هي عملت تورتايا وكوشي. قواعد تي فا توجور، انت تذهب دائما للمزرعه، قال له انا لا اذهب ابدا، تجور مع جامي على طول. ابريمي دي بعد الظهر مذكر، اخذ سي او تي. الصوت فيرب اتر مع ال بتاعت الجمع، ياخد تبعيه او اس، اخد التالت. تشمر حجرتك، رتبها، الهاء عايد على الحجره، الحجره مؤنث، اخد لا. الساعه 20، الساعات بتاخد حرف الجر. كاسك تي او مونج، ماذا انت اكلت؟ قال له انا لم اكل. كو نفيها ريان، انا لم اكل شيء. هي اشترت لروب الفستان امس، نعم هي اشترته، الا ابوستروف عايد على الفستان، الفستان مؤنث ياخد تبعيه او في الماضي المركب مع اترو مع فوار، ما بيهمهاش.
أين قضيت العطلة؟ ده ماضي، يبقى العطلة مذكر. أخد بس الماضية أو دورنير نشوفه. أدي كلمة دورنير تنفع عشان دي مذكر، أما دي مؤنث. تي فافير، أنت سوف تعمل واجبك. قال له لا، أنا توا عملته. حرف الهاء عايدة على الواجب، أخد ال أو، ما بتنضغمش مع الدو. النقط، إن جاتو تورتايا أمس، اللي بتاعت المفرد، يبقى مون جي أكل التورتة أمس. ما بتت سير، أختي الصغيرة عملت أو رتبت سون لي سريرها. ترتب توجور دائما، ده إثبات والباقي نفي. أنت تريد حلوى؟ قال له لا، أنا لم أعد جعان، أخذ الأخرانية. فهم نو بصو، نحن نقضي الأجازة. يقضي مش من الأفعال الـ14، تاخد أفوار، يبقى مع النو تاخد أفون الأخرانية. سلو سلام، ده اللي كاتب سيريني، كاتبة إلى دلفين أيه أمس. سلام، أمس جاءكم من سينا، بدأت يومي إن جوية بلعب البيانو أو بالعزف البيانو. جاء جوية، أنا عزفت لمدة إن إير ساعة، بعد ذلك جي سوي سوتي، أنا خرجت. ده بنت اللي بتتكلم طبعا. جي سوي زال، أنا ذهبت ميبرو مني أتنزه، بريدو بارك قريب من الحديقة. الطقس كان رائع. الياو، كان يوجد أم بتوت كافيه، قهوة صغيرة فتحة. جي ميسوي أردت، أنا توقفت. جي أبو، وشربت أنت شاي أنتراس في الطراز بتاع القهوة. ماكو بين زميلتي مريم، تليفوني اتصلت بي وهي إلي فينو، أتت ميرن كونتري تقابلني. جي لوي، أوفرت، أنا قدمت لها أن كافيه قهوة. إن سويت، بعد ذلك الساعة 12، ماريا وأنا نصوم ظلي، نحن ذهبنا إن ريبرير إلى المكتبة. ونتغوفي، وجدنا كتاب دي كونت بور، كتاب قصص أو حكايات بور لزنفال الأطفال. تغي جولي، جميل جدا. بعد ذلك وني بصي، بقينا لوريست دي لا جورني، باقي النهار أفير لي بوتيك لعمل مشتريات. نكمل. طيب، لو سواغ، في المساء جي سوير انتري، أنا عدت حقيقة مرهقة، لكن أورو سعيدة، كلميني عن تاجغني يومك. سيسيليا ذهبت إلى المكتبة مع زميلتها ماريا، أو قالت ماريا وأنا، يبقى مع زميلتها ماريا. سيسيليا وماريا صونت يكونوا، تعال ندور، هي ذهبت مع كوبن زميلتي، باخد كلمة كوبن أدور عليها، ما لقيتهاش، خدينا الأخرانية كلمة كوبن. سيسيليا، آكم منسي، بدأت يومها بالعزف على البيانو، يبقى أخد الأولانية. أيير أمس الفي، الجو كان جميل الأولانية. طيب، أو كافي، في القهوة، سيليني أبغي، أخذت سيليني البنت اللي كاتبة، واخدة أخذت قهوة. بتقول أنا أخذت شاي في التراس، يبقى أخد تاخدت تي شاي. سيليني ذهبت لشراء أن ليفر كتاب، تعال نشوفه. الساعة 12، ماريا وأنا ذهبنا إلى المكتبة، يبقى آمي دي في الظهيرة. تي أفيك وأجو دوي، ماذا تفعل اليوم؟ مارتين قالت تي بصي، أنت قضيت بون جورني، النهار جيد. قال لها، قالت لها سيلين، قالت لها نعم، تري بون، جيد جدا. مارتين قالت أو أسكتي، قال لي أين ذهبتي؟ قالت لها جي سويزا، قال لي أنا ذهبت إلى متحف اللوفر. قالت لها أو لوفر، تي ايرستي، انت بقيت طول جورني، طول النهار في اللوفر. قالت لا، لكن لابلو بار دو توم بمعظم الوقت. جي سوي دي سوندر، نزلت من الاتوبيس الساعة 9 والربع. جي سوي رند انتري، دخلت الى المتحف الساعة 9:30. جي سوي سرتي، خرجت منه الساعة 3:30. يعني قضيت فيه حوالي 6 ساعات. قالت لها تي ايه ني ايه بار انتري، انت لم تعودي مباشرة اذا؟ قالت لها لا. جسوي رتورني، انا عدت ان فوا مرة الى النادي، ابغي بعد كده. جسوي بصي، انا مريت عند اماندا منامي، صديقتي الامريكية، في الاوتيل في الفندق كل جورني، يا له من يوم. سيليني قضت كم في اللوفر؟ لاموات، نصف اليوم. لا بلوبار دو توم، لا بلوبار دي جورني، معظم النوم. سيليني ايطالي ذهبت الى المتحف،
الساعة 9، الساعة 9 إلا ربع، الساعة 9 وربع، أخذ الساعة 9 وربع. دي ذهبت مش دخلت. أماندا وسيليني يكونوا رنكونتري تقابلوا على أوتيل في الفندق. سيليني ذهبت أم زي المتحف اون تاكسي ومترو أبي على الأقدام. تعال نشوفه. أنا نزلت من الأتوبيس يبقى أنبص. أماندا تكون جنسيتها أمريكية. سيدي كامو هذه الوثيقة تكون ديالوج حوار الأولاني. فو بغليان تتكلم عن آخر أجازة. أنت تقول عايز حاجة في الماضي. جافي أنا مارست الغطس. فو بغليان تتكلم عن كونسرت حفلة غير معدة مسبقا. ماذا التي قضيتها في العطلة؟ أنت هتقول إنها كانت جينيال رائعة. كيلبون ماتش جي آ ديجا رأيت فيلم جي في أسستير سي آ جي تايب. الحفلة كانت رائعة. فورا كنت أنت تحكي ماذا فعلت؟ ده ماضي. ده لفت في حفلة بتاعت زميلك. أنت هتقول نحن ذهبنا للبحر، نحن نكون مجنونين من السعادة. أوني بيانجو يلعبنا كرة قدم. أوني دانسي كونغ فو، إحنا رقصنا مثل المجانين. وباغل أنت تتكلم عن دورك في الحفلة بتاعت عيد ميلاد أبوك. أنت هتقول جاري بسي لفيتمو، أنا كويت الملابس، أنا انشغلت بي أو شغلت الموسيقى هي دي. وديمان أنت تطلب من زملائك ليرا في رأيهم على السهرة بتاعت أمس. أنت هتقول كلي فوترا في، ما يكون رأيك؟ كومون فو تروفي لو لسي، كيف تجد المدرسة؟ لاك زمان الامتحان. كيف تجد لا سوايدي أيير، كيف تجد سهرة أمس؟ فودمان أن تطلب من فوترامي من زميلك ماذا اشترى في المكتبة. هو حيقول أنا اشتريت لليفري كتاب عن الحيوانات. فوترامي زميلك فودمان يطلب منك لماذا أنت مزاجك درجاتك وحشة في الامتحان. أنت هتقول بارسكو لأنني لا أذاكر أبدا. أخذ رقم سي بي. فودمان أن تطلب من فوتر كامراد من زميلك سكيل آفي ماذا فعل لافير دونير الشتاء الماضي. عايز حاجة ماضي. حلو جي آفي أنا مارست تزلج في جبال الألب. كي بتساوي الضمير ال في التصريف. انستالي يشغل مش من الأفعال الـ14 تاخد أفوار. أخذ التانية. منذ أن نوت على أوبرا اللي يوجد أن كونسيرت مذكر. أخذ تالتة. الأولى مؤنث مؤنث مؤنث، ودي كونسيرت مذكر. الفونت إن بتيت كونسيرت هم يعملون حفلة صغيرة. إمبروفزي غير معدة مسبقا. أخذ الأولانية عشان مفرد مذكر. منفرير أخويا وأنا نو نوت لا صل نو زافو ديكوري زينا الصل. البوافي هم يشربون انسوب شوربة بارسكو لأن الصونت الزونت فروا بردني حران جامع ما تنفعش الأخيرة يبقى خد بردان الزون فوا. تيو اي دي زوردوني انه غير منظم، هو لا يرتب حجرته ابدا جامي. اللي بتاعت الجامعة تاخد صوم برتيهم مرحلوا في اجازة. بس اللي معاها تبعية او اس اخد التالت الرابعة. افي فو باتسبي شاركت في تجهيز الحفلة بتاعت امس. يبقى اقول له كم متى أين كيف كيف شاركت في تجهيز حفلة أمس. جابو دو أنا خائف من، بيجي وراء الفعل في المصدر. لورا لا تاب للمنضدة. يبقى مي بريبير جهزت التالتة ماضي مركب. جاشت دو سيت إسبري إبسير أنا اشتريت شيء ما من هذه المكتبة
وادي نافي وادي نافي وادي نافي، باخذ الاولانيه. تيفا انت سوف الا فت الحفله بتاعت فيروز دمان غدا مساء. تيفا سستير انت سوف تحضر الى الحفله. اخر جمله في الدرس. تيكوني توم فازين انت تعرف جارك؟ قال له نعم انا اعير اليه دائما اشيائي، باخذ لوي. الحمد لله رب العالمين. خلصت معاكم الدرس الثالث من الوحده الثالثه. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى تكون استفدت. الحلقه طويله فعلا، الدرس الثالث في كل وحده، فاضل لي 3 فيديوهات بس واخلص الكتاب. سيبوني بس شويه الاسبوع الجاي عشان اخلص اولى والثانيه مراجعتها، وارجع ناخد الكتاب باذن الله، ناخده فيه 3 فيديوهات ورا بعض. اشوفكم بخير يا رب اذا كان في العمر بقيه، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.